جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا سؤال آخر فتقول: هل يجوز البدل، أي تعويض الشيء الذي يعار إذا حدث له أي ضرر؟ نعم. تسأل: هل يجوز البدل، أي تعويض الشيء الذي يعار إذا حدث له أي ضرر؟ العارية الأصل فيها، اختلف العلماء في هل العارية تكون مضمونة على المستعير أو لا تكون مضمونة إلا إذا تعدى فيها، على قولين لأهل العلم. الراجح والله أعلم أنها لا ضمان فيها إلا إذا تعدى المستعير فيها وتلفت أو تأثرت بغير ما استعيرت له، فإنه يضمن. أما إذا استعملها استعمالا مألونا فيه فإنه لا يضمن، لأن صاحبها سمح له بذلك، وإنما عليه رد العارية إذا كانت موجودة. أما إذا تلفت بغير تفريط منه ولا إهمال فليس عليه ضمان، لأن صاحبها أذن له في استعمالها وعاره إياها وهو لم يتعد فيها. نعم.